السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير. وياكم علي العراقي. اليوم خنسوي جيم بلاي مودرن كومبات 5 على التحديث الجديد. طبعا هاي اتصل يوميا مثل ما ذكرت تربح. طبعا صار عندي 30 يمكن لو 20 30 اي كان 20 قبل يوم من نزلت فيديو صار 30. اجمع 70 وحدة وحصل حزمة، او اجمع 180 وحدة 120 وحدة وحصل حزمتين، وهكذا تفعل اللاعب القوي تشتري هاي ب40 يعطيك 2، تاخذ كل يوم 20 قطعة فضية. في هذه الفعاليات اسهل حلعبها، ما يهم اي فئة، هي مجاني حصير. وانا اشوف احسن فيه هو هذا، وهو اللي يستخدموه. طبعا ما عندي الدروع الجديدة ما اعرف ليش، بس هذا الاصفر عندهم. البعض طلع انهم ابو الفزاعة، هذا الفزاعة ابو الذيب طلع انهم عند الكشاف. شلون ما طلع لي؟ ما مسوي اي سوالف مال هكر ابد، ما مسوي، ما سوى هكر ابد ولا جرب، لان حسابي يطير يطير بيها. المهم جيب الباندا هنا مال ذيب او فعاليات المعززة. بحال مرتبي صار 1600. اول ما لعبتها كنت 42، كنت بدي 42، يعني كنت احصل المرتبة هاي 40% او اي 40%، بعدين صار 70، بعدين وصلت 60. انا ما عندي مجال العب هواي والله، ولا عندي مجال. المهم شنو الفكرة بهاي اللعبة؟ اول ما تلعب، ها طبعا اول ما تدخل هنا حيطلع لك هيك هاي الصوره، يقول لك استلم هاي هديه، يطلع لك اياهن. هذن هي مال ساعه والكيس الصلابه التعبه السريعه كالعاده. جاري عادة تحمل هاي اللعبه، يعني من تصير الشغلات تموت. ما اعرف ليش هاي اللعبه الوحيده هيك يصير بيها. بالمناسبه اذا ما طلعت لكم هاي الفعاليات اكو سببين، اما سبب النسخة مالتك، النسخة مال اللعبة قديمة، يعني اصدار قديم، واذا ما تتحدث من سوق بلاي لازم تحذفها وتحملها اصدار جديد 1.0.5 اي من اي موقع خارجي. او السبب الثاني انك انت مفعل مال هيتمان، هذا الرجل الاقرع مال فيلم هيتمان، اذا مفعله ما راح تشتغل عندك الفعاليات الجديدة هاي. ما اعرف حلها شنو. قول كنا يطون هاي مجموعة المضاعف، الدعم الجوي مثل الدعم الجوي صفر. انا استخدمت استخدم رصين، طاني واحدة اول ما لعبت طاني 5 بالبداية، بس شكلها يعني فتشي رهيب. الصلابة عندك، عندك الوقت اعادة انتاج السريع. بعد شنو هاي عندك؟ نجرب هسه، هي مجاني تدخل باي فئة وتقاتل، فشي جديد وحلو. اذا بدأت الفعاليات هنا، تعبة الذخيرة تغير يا شخصية تريد. هاخذ الهجوم اول شي، واذا صار بها الجار جيب الجار. طبعا هنا الهوسة، هاي عندك الايقونات الغريبة، عندك هاي الاثنين مال إعادة التعبية الذخيرة، يعني تصير بسرعة. هسا مو بطيئة العادية، إذا فعلها حصير بسرعة. شوف، لا 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 بسرعة، شوف إيده صارت سريعة بأي سلاح. يعني وعلى هنا دا يحوص، وهذا الأخم دا يحوص. وين فلت هنا مال طيارة ياس استخدمها من الجديدة. وين هون؟ خلينا نقتل لنا كم واحد. شيت 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 شيت
لا خلينا نستخدم الطيارة هاي. الطيارة الايقونة جوا السلاح طبعا هاي تستخدمها هيجي مثلا هذا حيجي هنا تضربه هنا. صارت هاي الايقونة حمراء. وين هي وين؟ ما مات ولا واحد. بعيدة هناك هي طبعا. طبعا اول ما تنزل تطيح 5 ضربات وخمس كوس وهاي مال الوقت. طبعا هواي بيها سوالف. هاي مال كيس اكو الصلابة. خل نغير الشخصية ونجرب. شوف هذا انا احب البوب اكشن. بوب اكشن قام يستخدمون الأسلحة المحرمة. لا 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 ما عندي شي بعد شغلة غير مال طلقات. هذا مو تقدر افعل مثلا هسه. شوف شو افعل بعد. بس يا احلى شي مال الطيارة دبوت عيني ما يموت. اه شفت شلون رجعني بسرعة للحياة. هاي اللي انشغلت الساعة اللي هي تعتبر يعني شلون ترجع كل الحياة بسرعة. ايوه هنا خل نشغل مجموع المضاعف يعطيك نقاط. الصلابة يعني درع باربعة رخيصة. والدعم الجوي بثمانية. جيب اصرف اصرف. بس عندك طيارة هنا تقدر تشمرها مثلا هنا. شمرت والله. قصفتها جيب بس ما حد مدى ينضرب بيها. هلا هلا تعال. ايش عندي بعد؟ ها صلابة. بعد الصلابة يطلع طاقة اللي جوا يعني يعطيك شلون درع مثل الدرع تلبس مؤقتا. يعني شغلات حلوة تغيير باللعبة. يعني أنا صراحة اللعبة مليت منها هواية. قمت ألعب باتل فيلد. يعني هاي اللعبة صارت عندي قليل. ايه يمشي بالمقلوب ويطعني. ايه الطيارات هي احلى شيء. الاضافة مع الطيارات بس اول ما نزلت كانت 5. خلي شوي ندمرهم بهذا. كلهم يستخدمون ديال هاك يستخدمون هم. هذا يعني مو الالجار يعني هم مو نوبية. واحد هنا داسشنا بس قتلوني. واحد هنا يا سارة. يلا هاكم هاكم. تعال. لا 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 خل نغير خل نغير. جيب البوسك والله. يلا كل الأسلحة استخدم وياهم اليوم. ويلا البؤس هو الرهيب. رمانة عندي بعد شي مال شارجور بس. وينك؟ ما في واحد هنا. تعال تعال تعال. تموت ما يموت. طبعا بعد الساعة هاي متفاعلة مع إعادة إلى الحياة بسرعة. خلاص الوقت. يعني هاي هذا مشغل مال كيس. حصول احصل على المزيد من التعزيزات الان.
يعني تملت مو تقدر تفعلها من عادي، بس لازم عندك رصيد. يعني هاي مشكلة الشركة ضافتها حتى تستخدم رصيد زايد. بالمناسبة اللعبة صارت ثقيلة شوية، يعني ثقلت بسبب الإضافات. بس رسوماتها شوية تحسنت، صارت أحلى يعني، مو كرتونية زايدة. مرتبة الرابعة، سلوى الثالث، وقت إضافي حلو. بعد تقطيع ما كان صار عندي لاج من الصور. الله، بعد تقطيع لعبة ثقيلة صارت خراولنا. بس تشين لك فليت ولو لو كانت 23 ما ذاك ما يصور مرتاح متونس. نواحي تعال لا حول لهم. اخر لحظة صرت الخامس، خرب منه صرت الخامس. تبن جت يوم الطيارة. شلت الرابع الا شوي يصير الثالث. إذن هذا هو الجيم بلاي عن الفعاليات الجديدة شباب. طبعا هاي الفعاليات الجديدة ذني تشغلهن. هسا أنا ما عندي غير 12، أقدر أشغلها من أي وحدة وأفوت وأدخل وأسوي حرب عليهن. يعني أستخدم من هاي الدعم الجوي حلوة. قلت لكم أول ما دخلت كان يطاني 5 بـ5 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 كتجربة كبداية. الإنجازات هاي تضغط على السهم، تعزيزات إنجازات، أشوف إيش قد يعني مجموعك. القناة موجود قديم، إذاك ما حاطي بالجواز. الجواز هنا ذني الدرع الأصفر، بس راد لهم واحد يعني يلعب هواي وأنا ما عندي هذا المجال. تنتهي بعد 2 يوم ويبدأ بعد 2 يوم مال ذئب. أنا أنتظر هاي الفعاليات، هاي حلوة تستحق واحد يتعب عليها. إذا ها هي الفعاليات شباب، والجيم لي صغير، نظرة حول التحديث الجديد. أتمنى أعجبكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك للمزيد. كان معكم علي العراقي، تحياتي.